بده يكون التركيز على الكفاءات والكوادر وشبابنا اللي تم تهجيرهم من المحافظات السورية تهجيرهم قسرياً. بدنا نكون الأولويات بده يكون للوزراء ولكل الكوادر اللي يكونوا من الداخل ويكونوا قريبين من الشعب، ونحن بدنا نكون في الداخل، وخاصة بعد ما تم فتح مقر الائتلاف اللي احنا حالياً متواجدين فيها في الدورة السابقة. بده يكون في تكامل وعمل مشترك بين الجناح السياسي التشريعي وبين الجناح التنفيذي، وبدعم أهلنا والجيش الوطني والمنظمات وكل الفعاليات سننجح ونكون نحن برنامجنا طموح، لأنه نحن في عنا الشرعية الدولية وشرعية شعبنا. المناطق اللي فيها المنظمات الإرهابية، حكومات الأمر الواقع اللي حتى عم بيحرقوا المحاصيل بقوة الشعب، صار يلعبوا بقوة الشعب. نكون نحن لما يكون في توافقات دولية لهذه المناطق، أنه هي الحكومة المؤقتة تكون ديناميكية وقابلة أنه لإدارة المناطق كل ما توسعت.